على الرغم من طابعها الديني والاجتماعي المحافظ، إلا أن النجف لم تسلم من شبح المخدرات الذي بات ينهش في أجسام شبابها. وفي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لم تمر هذه الذكرى في المحافظة دون بحث أسباب الانتشار المتزايد لهذه الظاهرة ومناقشة آليات وسبل الحد منها. هذه الجريمة جريمة خطرة، هي مفتاح لجميع الجرائم ذات تأثير كبير على الأسرة وعلى المجتمع، تدمر النسيج الاجتماعي. بالتالي نصيحتنا للجميع أن يبتعد عنها، إضافة إلى أن يد القانون جادة جدا في ملاحقة القائمين أو المروجين أو التجار أو المتعاطين. نوجه رسالة إلى حكومتنا الموقرة لإيجاد السبل الناجعة وإنشاء المصحات الحديثة والمتطورة لعلاج المدمنين. جملة من التوصيات والبحوث الميدانية قدمها اختصاصيون وباحثون في النجف حول مخاطر المخدرات وانتشارها، فلم تغب انعكاسات المشاكل الاقتصادية والبطالة وإهمال دور الشباب في الدراسات المقدمة في هذه الندوة، التي دعت أيضا إلى مزيد من الجهود الحكومية لاحتواء ملف تعاطي المخدرات. هناك ناس يعني متوصلين من شهادات من غيرها ومتورطين في هذا موضوع المخدرات من خلال التعاطي، ويوفدون للدوائر لغرض التخلص من هذه الحالة. نطالب الدائرة المعنية للتنسيق مع وزارة الصحة ودوائر الصحة لغرض التخلص من هذا الموضوع. كذلك نطالب شؤون العشائر وشيوخ العشائر ومنظمات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع أنه تكون تكاتف يد بيد لغرض القضاء على هذه الحالة. ولا يكاد أن يمر يوم في النجف إلا وتسجل الجهات الأمنية المعنية بمكافحة المخدرات حالات متاجرة وتعاطي، وهو ما وجده مختصون بالخطر الحقيقي الذي لا يقل خطورة عن خطر الإرهاب. من النجف، محمد رزاق، قناة التغيير.